خلي يكمل الإذاعة. نظمت جمعيات الولاية للصيد والرماية تظاهر بمناسبة 5 جويلية عيد الاستقلال. نظمت دورة رياضية على الأطباق الطائرة بمشاركة بعض الجمعيات وبعض الجمعيات من الولايات المجاورة، وكذلك نتمنى الدورة هذه تكون في أحسن ما يرام، ونتمنى إن شاء الله اللي خرج ينال. ونشكر رئيس البلدية ورئيس الدائرة على التعاون اللي عاونونا. ارتأت جمعية الصيد جبل القعقاع بيرمقدم أن تشارك زملائنا في أم بواقي هذه التظاهرة، وكانت نسبة المشاركة جيدة جدا. احنا في ولاية خنشلة رانا مدارين برنامج باش نديروا بطولات ولائية بين الجمعيات، وإذا كان نجحنا فيها ومشينا نديروا بين الولايات إذا كان أمكن. وعندنا صفحة في الفيسبوك يعني بثوها باش تشوفها الناس، وعدت عندنا معنا يعني مجموعة لا بأس بها من الصيادين عبر ربوعها في التراب الوطني حتى من خارج الوطن.